السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم. من كام يوم شفت فيديو على السوشيال ميديا لطبيب مصري بيحكي تجربته مع العمرة، وبيتكلم عن تجربته الشخصية إزاي إن هو ما كانش معاه المبلغ المتاح، لكن بالأسباب الربانية إن هو بدأ يعني يلتزم الصلاة على النبي، بدأ يخلص النية، يخلص في الدعاء لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يسر له الأمر من حيث لا يحتسب. بعض التعليقات كانت إيجابية والبعض التاني ماشي بسكة الدروشة، وإن أنتوا كده يعني بتخلونا ما ناخدش بالأسباب، وإن في حاجة اسمها علم، وإن في حاجة اسمها الأسباب الدنيوية، ويعني كأنهم بيكذبهم رواية هذا الطبيب. أنا جاي أكد على الرواية دي بنفس الموقف لأنه حصل معايا شخصيا. في كل سنة بيبقى عندي رغبة إن أنا أطلع عمرة رمضان، ودايما كنت حابب ان اطلع عمره العشر الاواخر من رمضان، ولاسباب بقى كتيره جدا يعني خلاص بقى متحمس، بعد كده الحماس بينطفي وما اطلعش اعمل عمره، والموضوع بيتاجل سنه ورا سنه ورا سنه. الا السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت كانت النيه حاضره بشكل غير طبيعي، فعلا كان فيها اخلاص لدرجه ان انا تشبعت من جوايا بالنيه دي، لدرجة إن أنا كل يوم لما بروح أنام أشوف الكعبة وأشوف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبحلم إن أنا بطوف، ودايما عندي يعني رغبة ولهفة على إن أنا أشوف الكعبة وإن أنا أعتمر في العشر الأواخر من رمضان. فبقيت ألتزم الدعاء في كل ركعة، في كل سجدة، بعد كل صلاة، بعد صلاة الفجر، في يوم الجمعة، يا رب اكتب لي زيارة بيتك الحرام، يا رب اعتمر في العشر الأواخر من رمضان السنة دي. وكانت النية فعلا موجودة، وبدأت أنزل علشان أشوف شركات السياحة اللي موجودة حواليا وأبدأ أخد عروض أسعار، لدرجة إن حتى وأنا بدور على السوشيال ميديا دايما كان بتجي عروض الأسعار. كل ما بشوف يعني فيديو أو مثلا أنشودة بتتكلم عن زيارة الكعبة وعن الحج والحجيج بلاقي دايما عينيا كتدمع، وفعلا حسيت ان ربنا سبحانه وتعالى هيأذن العام ده. ولكن سبحان الله العمره كانت في السنوات السابقه يعني كانت مبالغ ميسره، وكانت مبالغ متوفره معايا. السنه اللي فاتت تحديدا العمره كانت اسعارها عاليه، وانا ما كانش معايا المبلغ السيوله الكافيه تمام في وقتها علشان اطلع العمره. يشاء ربنا سبحانه وتعالى يفتح لي باب رزق يتوفر معايا نفس المبلغ اللي انا محتاجه للعمره بالظبط. وفعلا تعاقدت مع احدى الشركات السياحيه واتفقت معاهم على برنامج العمره الخاص بيا، وقلت لهم يا جماعه انا عايز اطلع عمره العشر الاواخر، فقالوا احنا فعلا عندنا برنامج 14 يوم، اربعه في المدينه والعشر الاواخر في مكه. قلت الحمد لله، يعني ايه طلبك. وكده حسيت ان اذن الله بدا يعني في النفاذ، لان اذن الله هو ده الموضوع اللي بيحكي عنه النهارده. مفيش حاجه الا باذن الله سبحانه وتعالى، مش هتخطو خطوه قدام ولا هترجع خطوه لورا الا لما يكون في اذن. محدش هيأذيك الا باذن من الله، مفيش باب رزق هيتفتح لك الا باذن من الله، لازم تاخد الاذن الاول. المهم يعني خلاص اتفقت مع شركه السياحه وبقيت من جوايا خلاص هطلع عمره، وبدات بقى انزل اشتري اللي هي الحاجات اللي هي تلزمني اول مره ازور. وطبعا يعني في فرحه كاني عيل صغير، ومش عايز اتكلم في الموضوع، مش عايز اقول لحد ان انا طالع عمره وبستعين على قضاء حواجب الكتمان، يعني ممكن يحصل في الامور امور. وفعلا قبل ميعاد الرحله بايام اتصلت بيا شركه السياحه بيبلغوني ان الاسعار اتغيرت والاسعار هتزيد 1000 ريال. طب يا جماعه انا معيش غير ثمن اللي هو التذكره وثمن الاقامه، ثمن العمره، ثمن البرنامج تكلفته. وفعلا ال 1000 ريال اللي معايا دول اللي كنت اخدهم معايا علشان خاطر مصاريفي انا الشخصيه والهدايا اللي هجيبها للناس اول زياره، وواحد لازم يفرح حبايبه. فقلت خلاص يبقى ايه، لسه اذن الله يعني لم ياتي بعد. واتصلت بشركة السياحة قلت لهم يا جماعة أنا بعتذر عن البرنامج السنة دي، وقدر الله ما شاء فعل، وأنا من جوايا لسه الرغبة موجودة، لسه الحماس موجود.
وبعد ما اعتذرت بدعي برضو ربنا سبحانه وتعالى، وبصلي الركعتين لله سبحانه وتعالى بطلب حاجه، والحاجه بتاعتي كنت بسميها ان انا عايز اشوف الكعبه السنه دي يا رب، السنه دي انا عايز ازور قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، السنه دي انا عايز اقضي العشر الاواخر وختم القران وليله القدر في مكه. طب انت اعتذرت يعني بتدعي برضو انك تطلع السنه دي؟ اه بدعي تطلع السنه دي، لعل وعسى ان اذن الله يكون لسه موجود ليا ان انا اطلع عمر السنه دي. بعد ما اعتذرت بيوم لقيت تليفون من رقم مش متسجل عندي وبيعرفني بنفسه، انا مستر فلان الفلاني او استاذ فلان الفلاني المدير، مدير شركه السياحه اللي انا كنت هطلع مع العمره. خير يا فندم؟ والله يا دكتور الشباب بلغوني ان حضرتك اعتذرت وانا مش عارف اعتذرت ليه. خير، احنا زعلناك في حاجه؟ قلت له يا مستر فلان الفكره كلها ان المبلغ اللي انا كنت ناوي اطلع بيه هناك الالف ريال حضرتك زودته عليا، فانا كده بالتالي معيش الفلوس اللي تكفي العمره. فانا قلت سبحان الله يبقى لسه ربنا ما اذنش. قال لا ربنا اذن، هو يعني المشكله كلها في الالف ريال؟ طيب حضرتك تقدر توفر المبلغ ده بعد ما تطلع العمره وترجع؟ قلت والله انا حتى لو طلعت العمره ورجعت المبلغ مش هتوفر معايا بشكل كامل، كل واحد ادرى بدخله. فقال لي طب ينفع بعد 3 شهور او كل ما يتوفر معاك مبلغ على مدار 3 شهور بعد رجوعك من العمره تدفعه لي؟ فكان الراجل بيجدد لي الامل مره تانية. فاتكلمت مع زوجتي وقلت لها والله مدير الشركه اتصل بي وقال لي كذا كذا كذا، ايه رايك؟ قالت لي توكل على الله، الا ربنا يسره لك يعني علشان تطلع بالعمره يبقى لسه ربنا سبحانه وتعالى عايزك تروح. كلمه عايزك تروح دي يا جماعه كلمه يعني قويه قوي، ربنا عايزك، الاذن اذن الله موجود. فاتصلت بالراجل قلت له يا مستر فلان انا معك، وكده ربنا سبحانه وتعالى يسر الامر ان شاء الله، وباذن الله باذن الله هقدر اسدد لك المبلغ خلال 3 شهور زي ما اتفقنا. وسبحان الله يعني اطلع العمره وتبقى من اجمل 14 يوم في عمري كله بلا مبالغه. يكفي ان يوميا في الايام اللي كنت فيها في المدينه المنوره لازم ازور قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابيه، ولازم اروح ازور اللي هي المزارات الخاصه بالمدينه، وكنت بستشعر الخطوات هنا. هنا كان في خطوه صحابي كان موجود في الحته دي، هنا الرسول عليه الصلاه والسلام كان ماشي في الحته دي، هنا الرسول سجد، هنا الرسول ركع، الحاله نفسها لا توصف. واول يوم في العشر الاواخر سبحان الله اكون موجود في مكه واعمل اول عمره ليا بعد صلاه الفجر يوم 21 رمضان واقضي العشر الاواخر، متعه ما بعدها متعه لان الاذن موجود والنيه كانت خالصه لله سبحانه وتعالى. اوعوا تستهونوا باذن الله، محدش هيأذيك الا باذن الله، مفيش مصيبه هتصيبك ولا ابتلاء الا باذن الله، وفي حاجه اسمها تمحيص للقلوب، وكل ما ربنا سبحانه وتعالى يفتحك باب رزق ده باذن الله. حتى لو كان في باب رزق مفتوح ليك ودي عن تجربه شخصيه، يبقى اكتر من مره يكون في باب رزق مفتوح وانا بسعى ليه سعي جاد وفجاه تحصل حاجه الباب الرزق اتقفل وابقى زعلان ومتضايق، بعديها بايام قليله الاقي باب رزق اوسع ربنا فتح، وكان الاثنين ما كانوش هيتلاقى. يعني لو كان الباب الاولاني اتفتح التاني ما كانش هينفع يتفتح. فسبحان الله ربنا يعطل لك ده عشان يفتح حاجه ثانيه احسن. هو اذن الله يا جماعه، عيشوا مع اذن الله، ودايما اسالوا الله بكل شيء، اسالوه في اي حاجه، اطلبوا منه اي حاجه، اوعى تستهون بالدعاء، اوعى تستصغر الدعاء. لو انت عايز تشتري هدوم جديده ادع ربنا. لو انت عايز يعني اقول لك اي حاجه بسيطه، اي حاجه استعين فيها بالدعاء. والتزم الدعاء، واوعى تقول ده دعاء بسيط، ربنا خزائنه ملأى، كلمه ملأى دي كبيره جدا، واسالوه واطلبوا منه كل حاجه، الخزائن مليانه يا جماعه، خدوا منها اللي يكفيكم مش هتخلص. تمام؟
يعني ده اللي انا اقدر اقول لحضراتكم، باكد على كلام الاخ اللي ذكره مع الاسباب او الاسباب اللي هو اتخذها في الذكر وفي الصلاه على النبي، وان ربنا ازاي مع اخلاص النيه ومع التصديق في قدره الله سبحانه وتعالى الموضوع مشي. خدوها قاعده في كل حياتكم، دايما امن وخلي عندك يقين ان الله سبحانه وتعالى هيقضي لك هذه الحاجه، والتزم هذا الدعاء: اللهم دبر لي امري فاني لا احسن التدبير.